بنات بنات بنات. بابا ليلي دخل من حتة إن الطموح، عايزة أبقى ممثلة، عايزة أبقى مشهورة، عايزة يبقى عندي فلوس، وعايزة يبقى عندي عربية. قالي لا لا خلاص سيبك من كل ده، وهديكي الفلوس وهجيب لك العربية، ممكن تبقي مشهورة من غير ما تبقي ممثلة. وزي ما قلت لك وبعدها لك عشان تتعلم. وقفت على السلم في النص، لا بقيت مشهورة ولا بقيت غنية. عارف يا محسن أنا خايفة من إيه؟ من إيه؟ خايفة من ليلي، خايفة من مصيري يتكرر في ليلي، تبيع البيت وتضيع الفلوس ولا تبقى مشهورة وتحقق طموحها ولا تبقى غنية، ولا أهم من كده إنك تضيع من إيديها. صدقني أنت مش عشان قاعد قدامي، أنت أحسن شخص ليلي بنتي عرفته، وأنا عمري ما هتمنى لها حد أحسن منك. ليش يا ستي؟ قولي بقى، حبيت قبل ليلي حد؟ اوعاك تقولي آه. لا ما حبيتش، بس انت واضح كده انك كنت مدوباهم يعني من قصه لقصه لقصه. لا بقول لك ايه، بلاش مدوباهم دي، انا ما بحبش الالفاظ دي، احنا متفقين. اه ماشي يا ست بهزر معاك. انت عارف احلى حاجه في جوازتي من بابا ليلي، انا كنت ممكن اقول اي كلام كده بشكل عشوائي. الكلام عندهم في عيلتهم متزوق بالورقه والقلم، يعني ما ينفعش اقول لفظ مثلا خارج شويه، ما ينفعش اقول كلمه مش منمقه، ما ينفعش ما اخدش بالي، ما ينفعش ما اكلش بشوكه وسكينه في مكان فيه ناس كتير. وده يمكن احلى حاجه اخدتها من العيله دي. اوعى تحب على بنتي. لا ما اقدرش. كان في مندوبين بيوزع الكتب الخارجيه، كانوا يروحوا اداها للمدرسين حدانا علشان يعني يقنعونا ان احنا نشتريها. كنت انا باجي اعمل ايه؟ اروح اجري وراهم عشان يدوني الكتب دي من غير فلوس. كنت اشوف البنات بيتمجلطوا عليا، بس انا ما كانش يهمني. اه هو يعني كان قدامي حل من الاثنين، يا اما اقعد جنب الحيطه ما اخدش اي حاجه، يا اما افضل كده عشان اوصل للي انا عايزاه. بس انا عرفت ان عمك اللي جابك هنا هو البيت. لا ده مش عمي، يعني ماليش اهل. ده واحد كده يعني صاحب ابوي الله يرحمه، وهو كان بيصرف علي ويعني كتر خيره لحد كده. تعرفي ان انا عامله زيك كده بالظبط، بس انا يعني يمكن اكون ايه، خبيثه شويه، جريئه شويتين، وشي مكشوف يعني. تعرفي انا كنت بخلي ماما تروح تقول ايه المدرسين، تقول لهم ان انا يتيمه ومش لاقيه اكل، وتاكلني بالعافيه عشان اخد المجاميع ببلاش في المدرسه. وكنت كمان بروح لزميلاتي عشان اخد منهم الدروس اصورها. يا لهوي ده انت شريره قوي. يو اكتر من كده بكتير. انت عارفه انا كنت بروح للناظر اقول له ايه؟ اقول للمدرسين لازم يقفوا جنبي في الظروف اللي انا فيها دي، اه عشان كل اللي هيعملوه ده هيقعد لعيالهم. والله يقعد لعيالهم. انت كنت بتشحتي بقى. واكتر من كده بكتير. تعرفي انا كان عندي استعداد امسح بلاط المدرسه واحده واحده عشان معلومه زياده ولا كلمه زياده. انت عارفه البنات اللي هم كانوا بيدوني الدروس دي، كنت بحس ان هم شايفين ان انا بشحت منهم عشان بلف ورا النظر عشان يخليني اخد المجاميع في المدرسه ببلاش، مع ان اقل واحده فيهم ما تزيدش 60% وهم ما يستاهلوهاش اصلا. بصي هو باين في عينيك يعني ان انت بتكرهي الراجل اللي جابك هنا ده. انا ماليش ان انا اسالك ومش هسالك، بس عاوزاكي تعرفي حاجه واحده، انا مش هسمح لاي حد انه يدمر لي مستقبلي او يرجعني خطوه لورا.
ولو على محمود انا هكلمه وهخليه يشوف لك شغل ان شاء الله. اشربي الشاي بقى. وانت لازم تشربي بصوت كده علشان تسألي. لا يا سنية، مادام هتستناكي بقول لك ايه، ما تتأخريش، هي صعبة في مسألة المواعيد دي، بعد ما تقابليها كلميني. ها يلا سلام سلام. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ قالوا لي في المصنع انك استغنيت عن خدماتي. طب كويس انك عرفتي. جايه ليه بقى؟ لا والله، وانت فاكر ان انا هسيبك كده بس؟ بعدين ناسي انه في بينا ورق؟ والله كان لازم اجي، اصل انا عندي خبر حلو قوي ليك. انا حامل. ايه؟ حامل؟ طب امشي. امشي على ميعاد دلوقتي. لا مش همشي، انا جايه عشان افضحك، ومش همشي من هنا الا لما الست الهانم اللي انت عايش في خيرها تعرف كل حاجه. طب امشي دلوقتي على ميعاد، وبعدين انا اللي بتكلم. اقول لك روح المصنع وانا هكلمك. لا مصنع ايه، وانت فاكر ان انا هرجع اللي في دماغي؟ بعد حركه الغدر دي اللي انت عملتها انا لا يمكن اثق فيك ابدا. اهلا يا لميا، ايه اللي جابك؟ اكيد في حاجه مهمه. لا هو اصل كان في تحويل جاي لي من البنك من عميل مهم. ما حصلش. امال جايه ليه؟ انا اصلي اتطردت من المصنع. يا حرام، اكيد عملتي حاجه وحشه قوي عشان يطردوكي. بصراحه عملت، بس مش في حق الشغل، في حق نفسي. مش فاهمه. انا وسليم باشا متجوزين. واضح انه خلاص ما عادش لي مزاج، فقرر انه يخلص مني. فاكرني هسكت ولا هخاف ولا اقعد اعيط زي الولايه؟ لو انت فاكره ان انا هصدق اللي انت بتقوليه ده. دي كدابه، هي بتقول كده لان انا طردتها من المصنع عشان سوء سلوكها. لا والله. طب هتكذب دي كمان؟